معايا الحاج احمد ايضا بس من الشرقيه. اتفضل استاذ احمد. الشرقيه. ايوه يا باشا. اتفضل. ازيك يا استاذ سامي؟ اهلا بيك. انت منور الشاشه والله. بوجودك يا حاج احمد. والله النهارده رحت البنك اجيب سلفه زراعيه عشان اجيب بها كيماوي وازرع بها الارض على فدانين وخمسه. ايوه. فقال لي هتصرف 9000 سلفه زراعيه. ايوه. فطبعا قال لي الاول هتعمل كشف استعلام، هتدفع 60 جنيه كشف استعلام. وهتدفع ثمن دفتر شيكات، انا مش عارف ثمنه قد ايه. بقول له طب مصاريف ال 9000 دول، مصاريف ال 9000 دول قد ايه؟ قال لي هيبقوا 500 غير ال 60 وغير دفتر الشيكات. ايوه. وتعمل لي توكيل بالارض للبنك. عشان ال 9000 جنيه. عشان اصرف 9000 جنيه سلفه زراعيه. اعمل ايه بقى يا استاذ سامح؟ ما هي دي الاجراءات بتاعت السلفه الزراعيه. هي دي، هو قال لي دي اجراءات السلفه الزراعيه. ايوه. هي دي اجراءات السلفه الزراعيه، هي دي ضمانات بياخدها، وهي بتبقى على قد كام شهر؟ اربعه؟ ها؟ كام شهر؟ هتاخدها على كام شهر؟ هتسددها بعد قد ايه؟ يعني انت وطي التلفزيون يا عم احمد. يا استاذ سامح. ايوه. انا هاخد السلفه النهارده ممكن اسددها في شهر 11. اه. بس هو بيعمل لي ليه، بيعمل لي ليه توكيل للارض؟ هو بياخد ضمانات، هو بياخد ضمانات علشان يضمن بيع حقه بس. طيب والمصاريف دي كلها هتيجي على 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 السلفه الزراعيه؟ ما هو كام ده؟ 560 جنيه كلهم. يعني دول كتير يا بيه. ده 560 يعني كام في المية يا حاج احمد؟ اخدهم 8000، اخدهم 8000 ال 100 ولا 8100؟ بص، دي معاملات بنكيه وضوابط بنكيه، يعني انت بتاخد كده بفايده بسيطه علشان ده اسمه قرض زراعي. اه. ما هياش فايده كبيره، انت لو بتاخد فايده كبيره التسعه دول هيبقوا 14 او 15. انما انت كل القصه اللي انت بتتكلم فيها 600 700 جنيه على 9000 جنيه، هي دي بتبقى زي مصاريف. اه. هي دي السلفه الزراعيه. بشكرك يا حاج احمد.